الفنانة والنجمة إلهام شاهين واحدة من نجمات السينما طبعا والدراما المصرية، واللي قدمت ليها عشرات الأعمال، وبدأت مشوارها الفني من خلال السينما بفيلم رجل اسمه عباس، وده كان عام 1978، وقدمت بعده أفلام زي أمهات في المنفى والعار ولا تسألني من أنا والهلفوت ورمضان فوق البركان، لتصبح واحدة طبعا من أهم نجمات السينما المصرية. كما قدمت للدراما التلفزيونية مسلسلات زي أديب وأخو البنات وليالي الحلمية ونصف ربيع الآخر والحاوي وبنت فندينا وعلى نار هادية قصة الأمس كمان. عموما تعالوا نشوف جزء من لقاء كاميرا فلاش مع الفنانة والنجمة إلهام شاهين على هامش تكريمها في المهرجان الكاثوليكي، واللي كلمتنا عن الأب بطرس دانيال طبعا رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وكلمتنا عن فيلم حظر تجول. تعالوا نشوف هتقول لنا ايه من خلال الجزء الاول من لقائنا بيه. ما بيحصل اي موقف في البلد، لما بيحصل مثلا هجوم ارهابي مثلا حصل، في ناس اتصابت، اول واحد يجمعنا ونروح ونزور الناس اللي اتصابوا ونقف معاهم. عنده حاله عاليه جدا من الانسانيه بدون دعايه. الحاجات دي ما بتوصلش للناس، بس احنا اللي بنشاركه ده احنا اللي بنعرفها. فالمركز الكاثوليكي من اعظم وارقى واجمل الاماكن اللي موجوده في مصر، اللي بتعمل كل حاجه فيها خير، فيها ثقافه، فيها رقي للمجتمع، فيها اهتمام بالفن، فيها اهتمام بالبلد نفسها، بحب البلد والانتماء، فيها التكافل الاجتماعي، يعني فيها كل حاجة حلوة بصراحة. بشوف فيهم أنا بقعد أتعلم منهم، يعني أتعلم منهم الحياة. جعبة لا تنتهي، لأن لازال في موضوعات فعلا مسكوت عنها، يمكن بنخجل إن احنا نتكلم فيها. كان أحدهم حظر تجول، وقعدنا كتير قوي، يعني قعدنا أكتر من سنتين مش عارفين نخرج العمل للنور، لأن الموضوع فعلا شائك، لغاية لما عرفنا نقدمه بالطريقة اللي هي تبقى فعلا قدوة، الطريقة المثلى الصح يعني. فلازال في موضوعات أنا مش هحرقها ويعني مش هحكي عنها، لكن تأكدي إن كل موضوع هتلاقيني شاركت فيه هتلاقي فيه موضوع يمس الناس قوي، وممكن يبقى فيه شيء جديد ومختلف. مش عارفة فعلا، يعني أنا ما فكرتش فيها، ما فكرتش أصلا إن أنا ممكن قصة حياتي تتقدم، فلذلك يعني ما فكرتش. لكن أي ممثلة شاطرة هتقدر تقدم أي دور، يعني المسألة ما هياش صعبة يعني، وإحنا عندنا ممثلات كتير شاطرين يعني، بس ياخدوا الفرصة الصح ويشتغلوا في السيناريو اللي مكتوب صح مع المخرج الصح. لكن لو الموضوعات بسيطة وتفهم ما بتطلعش إمكانيات الفنانين.